عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكونوا بصحه جيده. هذا واحد الفيديو اللي عزيز عليكم بزاف ديال التقديه. وقبل ما ندوز للفيديو غنبغي نشكركم كلكم على التعاليق اللي خليتوا ليا. نقول لكم شكرا اللي خطيكم، الله يعطيكم على قد نيتكم، الله يبعد عليكم شر الخلق وشر المرض. هنا هذا الفيديو غتشوفوا فيه واحد التقسيم ديال اللحوم في ديال الشهر، والحوت اللحم والحوت والدواجن. انا ملي كيكون الدجاج غالي انا ما كنشريش. البنات نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير، وغادي نوز معكم واحد التقديه ديال المرجان. هي ماشي كلشي، حيت انا اصلا بقى عندي سلعه من داك الشهر، كنتقدى شهر كثير وشهر كنتقدى قليل. المهم في هذا الفيديو غتشوفوا بزاف د الحوايج، كملوا الفيديو الاخير وفرجه ممتعه. كما كتشوفوا يا البنات بالنسبه للحوت، راني جبت الحوت تقريبا جبت واحد 300 درهم ديال الحوت. جبت الصنور، الصنور انا كيعجبني بزاف لان فيه غير الهبره، عنده الديل ديالو اللي فيه الشكر رقيق بزاف، يعني ماشي بزاف، تيكون غير في هذا التحتاني هنا الفوقاني كله هبره. نديروه طاجين، نديروه في الفران، نديروه هذاك القطبان، نديروه في البريوات. جتوه البنات واقيلا ب 30 درهم الكيلو ولا 35 درهم الكيلو. المهم هذه كلها كما كتشوفوا نتوما راه قداش ناهيه، هذه طلعت عليا ب 95 درهم، وهو خلاها ليا ب 90 درهم، نقص ليا 5 دراهم. وهنايا خلى ليا الكروفيت ب 50 درهم، خديت كيلو. وهنا هذه اللويزيه كتعجبني، غادي نديرها دابا للعشاء. هذه كتجي كتحيد لها، انا كنحيد لها الراس كي كيقلا هكا، كيديرها الواحد في ميكا وتيغربلها. هادو واحد ثلاثه الميرنات، هادو غير كمل ليا بهم العبار ديال الرايه، ما خديتش الميرنه انا، ومع انه زوينه ها انتما شاده في راسها ما خديتهاش. وهنا خديت كيلو ديال الرايه. انا هادشي غادي نقسمه ونديرو في بلاستيكات انا غنشاركو معاكم. وهنا الدجاج، انا الدجاج ملي تيكون غالي ما كناخذش فرارج، عاد نحيد الصدر وعاد كنمشينيش كناخذ من المرجان. مشيت المرجان اصلا باش ناخذ الريحانه ولا شي حاجه هكا بغاوالها في المدرسه، ومشيت يعني ومشيت على قبل هادشي. ملي مشيت درت حجه وزياره غنوريكم التقديه نشاركها معاكم. هنا خديت الدجاج، خديت الفخوضه، خديت تقريبا هنا 2 4 6، خديت 8 الفخوضه ديال الدجاج، كل 8 دايرين 26 درهم. وهنايا خديت هاد الفوقانيين، هاد الفخيضات الفوقانيين، ها هي هاد الكويس الفوق ديال الفخض، خديت تقريبا ثاني 2. هادشي كله هادو كله ان شاء الله غادي نشرملهم وغنديرهم مشرملين في الثلاجه، غنقاد لهم العطريه وكلشي غنشرملهم. هنا خديت هاد اللصق على غير مصطفى، انا صراحه العدان ما عنديش معاه بزاف بزاف، كنفضل ناكل دجاج ما ناكلش العدان. هادو خديت هادوك الملوجه مصطفى، غادي نقاد لهم واحد الطويجين ان شاء الله زوين. بالنسبه للاخوات جات مصطفى راه ولدي، كتبت لي واحد الاخت قالت لي سمحي لي باش ملي قلبت الصلب الصواب واش مصطفى ولدك، قلت لها ولدي كتسحبو من الدار. هنا خديت واحد شويه ديال الصدر ديال العدان، هادو غادي نديرو بهم ان شاء الله قطيبات مع شي شطيطه ديال الرز. وما انا غنشارك معكم داكشي ديال السيمانه كامله غنشاركو معكم، وهادو راه ماشي غناكلهم في سيمانه، ان شاء الله باذن الله غادي ندوز بهم شهير، حيت غندير الحوت وندير الدجاج وندير القطاني. داك الشهر جبت اللوبيا، الشهر جبت الفول، يعني غنوع ان شاء الله. هنايا خديت هادو الفخوضات الكبار ديال الدجاج، بالنسبه لهادو دوك الفخوض عرفتو بالفخض التحتاني وبالفوقاني، هادو بغيت نديرهم في المقلات العجيبه واحد الطريقه زوينه غتعجبكم. صافي دابا غادي ندوز نقي الحوت، هذا غنلصقو في نهيله تنقي ليا الكروفيت. صراحه الكروفيت باغا ندير به شويه ديال البريوات، ناخذ شويه من هاد الفرخ ونديرو بريوات هكا. هادوك البريوات كينفعوني مع الحريره، ملي كندير الحريره كينفعوني بزاف. دابا راه نبغي نصايبهم غدا، ولكن غدا ما مسالياش. صافي غنشد اللحوم في الفريكو حتى لو كان هكا نسالي وندير ان شاء الله البريوات. هما انا غير كنقي ما تحطش فيه، غنقطع هذا الشيء وغنديرو في ميكات. هو صراحه ما غاديش نغسلو، الاحسن بغي نخدم به ونغسلو. غندير لي غير المقص ونقطع، انا كينفعني ها المقص. شفتوا هذا كيكون واحد الشكر رقيق بزاف، هو اللي كيطلع الدم في هذا الصنور. ها هو نجبد لكم شي وحده اللي بغات تجبد. يعني ملي تمشيو تشريو لهذا الصنور الكيلو ما تاخذوش لتحت الديل ديالو، كيكون كله شوك. بالنسبه للبني طبيعه الحال كنهضر مع البنيات الصغارات اللي شحال مرات يقول لي عطينا السميات ديال الحوت. هنا راه باقي الشوك، ها كنتمو غادي كنطلعو والشوك كيقل. يعني هذا اللي ما عندوش مع الحوت فيه الشوك ما يديش هذا الحوت، لانه تيكون مشوك بزاف كتولي ما حيلتك تنقي، وسيرتو هكا الدراري الصغار. هنا راه بداك غادي كيقل ما بقاش بزاف. انا غادي نقادو طريفات، غندير الطاجين ان شاء الله، وشي حاجه غنديرها في الفران، شي حاجه غنخليها للبريوات، ماشي بزاف شي حاجه قليله. وهذا راه غنديرو دابا اصلا ناكلو شويه بكري، ما خصوش يبقى في الثلاجه لانه غادي يصبح خاسر. وعاد نسالي ونقاد هاد الدجاج نغسلو
بالملح والحامض ونخليه يتسقطر مزيان، وندير ليه واحد هكا الشرموله ديالو نشرملو ونديرو في الفريكو، والوقت اللي بغيت نصايب كنلقى كلشي مشرمل مقعد. يلا خليكم معايا على منقاد هذا. صافي شديت الحوت قاديته هنا، ها هو درت فيه ثلاثه الميك ست الميكات صافي. ودابا غادي ندير الدجاج كله غنديرو هنا، وغادي ندير الملحه غنخليه بالجلده ديالو على حساب منين نحمر كيعطي واحد المنظر زوين. طبيعه الحال ما كناكلوش الجلده كنحيدوها، تهضر زوين ما فيه لا ريحه لا والو، هادو كيعجبوني رطبين. هاد الشحمه كلها غنمشي على اللي هنا. شوف حقيقه ملي كنديرو بحال هكا والله الا كطلع لينا اقتصاديه. مازال ما كيكون الدجاج رخيص انا ما كنشريش هاد الشيء، كنجيب الدجاج وكنحيد ونفصل. ملي تيكون غالي كنديرها بطريقه كتجيني مسلكاني، ما كاين لا زروكين زعما نقولوا حاطين، وكاين الزروكين ولا شي حاجه والو. وجات واحد الصدر ديال لادانت، لقيت الصدر ديال الدجاج شويه غالي ما جاتوش. ها هو بانيو تبارك الله، غندير البانيو غنعمرو بالماء، ندير فيه الملحه وندير فيه واحد جوج حامضات نعصرهم، ونخليه نطيب ليه معشاهم بالزربه عاد نكمل ونخليه بلاتي باش ملي نبغي نقيه يجيني ساهل. صافي يا البنات انا نقيت اليوم هذا الويزي، شوفوا هو اصلا زوين كره بحال بحال الميرنه الصغيره. هنا الميرنه تبغي تقلي واحد ولا تنسو كامل وقليوه هكا، حيت هي راه ما بنيناش ولكن بهالطريقه راه كتجي خطيره. صافي وغادي نحط هاد الفريت حتى هو داير بحال الفريت. صافي نعطيهم يتعشاو، راه كنعطيهم يتعشاو شويه بكري، وعاد نقعد نقي الدجاج والحوطه نزكيتو في الثلاجه. وهنا شريميله تكتوكه بالبصله مطيشه باش يغمسو، وصافي نعطيهم يتعشاو ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله باش نشرملو. نغسل بعد الدجاج وعاد ندير ليه شرموله زوينه اللي غادي تبقى عندي في الثلاجه ان شاء الله الوقت اللي بغيتو نجبدو كما قلت لكم. دابا غادي نشارك معكم التقضيه ديال الشهر، هي ماشي ديال الشهر غير التكميله داكشي اللي ما بقاش عندي. اما باقي عندي الطحين والفينو وكلشي، جبت غير شي حاجه هذا حيت مهيلا كتاكل داكشي التكميله داكشي اللي قاديت. جبت لا واحد باش تكمل بيه. هذا طون اللي قلت لكم راه كاين طعم داك المطحون هو هذا. داك النهار جبت جوج من كراج علال، جبت جوج من كراج علال، دابا جبت جوج. هذا كما كتشوفوا ها هو طون هاشي، طون هاشي هذا خديتو البيتزا. كنبغي ندير لهم بيتزات يجيني دير 18 درهم، انا خديته ب 20 درهم من كراج علال. وخديت داك النهار داك شامبوان من كراج علال، دابا خديت بديل الزيت زوين كيخلي الشعر اللي عنده الشعر مشوك وداكشي راه زوين ليه. انا كناخذو فن هذا يا خيا غير ما كتقراه ما خديتيه الصغير كاع ما ديتيه معايا، ديت معايا مصطفى زعما ما ديريش معايا عندي جوج يا بزاف عطيتها واحد ما قالها لك باقي عامري امي خلاتها بزاف حتى واحد ما قالها لك. هذه مليحه، هذه كناخذها بخمسه دراهم. وخديت من هادو خديت تقريبا ثلاثه غنعدي بهم تمشي الماكرو الصراحه. داك الحك الكبير سوليس مخير اقتصادي بزاف بزاف، انا ناخذه غير نعدي به. ها انتم هادشي اللي خديت، راه ما خديتش بزاف، خديت داكشي اللي انا واقفه عليه. خديت الصابون ديال الماعن هذا راه خديت منه جوج كيبيعوا جوج ب 23 درهم وقيله. وخديت هذا خديت واحد اخر، وخديت هذه لقيتها ب 20 درهم ديال العسل زوينه كنحطها في لكن ملي نكونوا باغيين ناكلوا مسيمنات بعسيله ولا نحطها فوق الطبله ونهزها، لا ما نبقى نحطها في الطبسيل كيضيع الشيء العسل في الطبسيل بعد انا عندي كيضيع. وهذا شربو مصطفى. هنا خديت جوج كيلو تسانيده وبقى عندي تقريبا شي كيلو كافيني. وخديت الزيت، الزيت هو اللي داير كرون، هذه ب 81 درهم ما خديتش والو، خديتها الزهور ما كاين الزهور ما كاين الزهور غالية ماك تحية لزهور اش غادي ندير ولينات زهور داسرة. وخديت هنا واحد القريعة ديال الخل، وخديت هاد الشامبوان مصطفى عزيز عليه كيعجبو والمشعكك ياك هي هدا هي الطاوس والمشعكك مبقاش كيدير داك الإشارة يلاه جبدوه مؤخر بقاو كيضحكو عليا مريتو هذا ها لا با خديت الخل هادو ب 10 دراهم. هادو عرفتو شنو كنجيبو على قبل المسيح على قبل هكا حتى في الشلاضة، حتى أنا كيعجبني هاد الخل الصفر في الشلاضة. صافي هادشي اللي خديت شتو. وخديت هذا صراحة داك اللي بوت واعر داك اللي درت معاكم داك النهار داك سميتو ماجيكس ياك داك التيد اللي عندنا ماجيكس ديال الماكينة خديتو ب 100 درهم ما زوينش، حيت أول مرة كنخدم به وكان جابوا لي غير حسن وما زوينش. كيخرج الحوايج ماشي مكيخرج، كاين واحد الريحة كيخلى فيها خايبة، كيخلي واحد الريحة ما زويناش. خديت هذا ثلاثة في واحد، هذا زوين مزوين. هذا أصلا فايتة مجربه جابتو أختي زوين تيخرج الحويجات فنين شوف الفول تكفح. ديك المرة جبت اللوبيا
والعدس، العدس باقي عندي واللوبيات كملات، ودابا جبت الفول. كل شهر ندير ليهم نوع ديال القطنيه باش حتى ما طلعش واحد الحاجه في الراس. دابا غادي ندير الحمص وغادي ندير الفول. هذا راه الحمص غادي نديرو خديته قبل الكرعين غنرطبو دابا. وهذا اوريو، هذه هي التقاديه البنات اللي جبت، وكنشاركت معكم التقاديه ديال اللحوم وديال الدجاج. هي غتنزل قبل هذا الفيديو ولا مورا هذا الفيديو باش تشوفوا كيفاش كندوز الشهر، التقسيم اللي كندير الخضره والتقسيم اللي كندير اللحم والدواجن وكلشي، باش كيطلع ليا شويه ناقص. الدقيق ما خديتوش لان الدقيق عندي ما جبتوش كاع. الفورص عندي، المهم الطحين جميع انواعه ما خديتوش. جافيل هو اللي بقى ليا نسيتو ما جبتوش، وغادي نجيبو ان شاء الله. ثاني كروه مازال عندي. المهم هذا الشهر ما خسرتش بزاف. السكر ما خديتوش حيت باقي عندي ثلاث الباكيات، انا ما كنديرش السكر بزاف. وهذا الشيء اللي كاين، يلا خليكم معايا. ها هو يا البنات هاكا اللوح وحده في الماكينه. اصلا هذا زوين حتى من ناحيه التخزين، انه هي صغيره ماشي بحال ديك الباكيه الكبيره. المهم انا هذا خديته غير الحويجات اللي قويمجات كسيوات جليلبات، اما من ناحيه السرابات وداك الشيء غندير الاخر تيكمل، انا الاخر باقي عندي عامر وريحته ما زويناش. غادي نبقى نزيد لي شي معطر باش تبدل لي الريحه لانه ما عجبنيش بزاف. خايب خايب. المهم البنات اللي ما كيفكروا يشريو داك ماكسيس ما تاخذوش، المهم انا ما عجبنيش. ماجيكس ماجيكس راه دابا نوريه لكم هكا الكوزينه ديال الماكينه اوتوماتيك، واخا الاشعار داكشي ولكن راه ما عجبنيش انا. خليته حتى الصباح البنات حيت خليته حتى تسقطر ونشف مزيان. حنا راه كدير عليه القزبر يابس، حتى كشي يقولوا لي السكينجبير طري، حكيته رقدته فيه ما نقولش لكم واحد الريحه فيه زوينه. غادي ندير الفخيضات هذوك الكبار، غادي ناخذ هنا شويه التحميره، ما غنديرش لهم الحامض حيت مقصولين بالحامض ما غنديروش، غندير غير التحميره. غندير واحد شويه العطريه ديال شويه ديال الثومه غبره، هذا واحد شويه ديال الثومه بالقزبر يابس وداك الشيء ما بقاش عندي منها بزاف. وهنا شويه ديال البصله كارمه، غندير لا مطرد لا والو، غندير هكا عطريه عاديه وكتجي بنينه وزوينه. هنا غادي ندير شويه ديال السكينجبير، غندير المليحه شويه زيت الزيتون. صراحه انا ما غاديش ندير الربيع دابا حيت الربيع ملي كيبقى في الثلاجه كملي غنديرو في الفريكو ما كيبقاش داك المذاق ديالو مجهد، اللي حتى نجبدهم هكا نبغي نطيبهم عاد ديك الساعه ندير الربيع. ندير شويه ديال الثومه غبره ما درتش الاخرى، صافي. وغادي ندخل فيهم العطريه مزيان مزيان، صافي. غادي ناخذ بلاستيكات بحال هادو فين كما درت الحوت نيت، وغادي نهز ندير خمسه. هادو ما غاديش نحطهم بوحدهم، غادي مره ندير معاهم الرز، مره غندير معاهم بطاطا بواحد الطريقه زوينه غتعجبكم. المهم المهم غيكونوش بوحدهم حيت خمسه هادو بوحدهم ما غاديش يكفيو، خاص معاهم شي حاجه. خديت عاوتاني دوك الطروفه ديال الفخاد الفوقانيين هادو، واحد جوج فخاد كبار غادي حتى هما ندير لهم نفس العطريه. ما كنديرش البزار البنات، البزار حتى كنبغي نصب وكندير شويه. غادي ندير الثوم، البصله هنا غبره، وبطبيعه الحال الثومه غبره. راه شحال كيوليو بنين، راه واحد المذاق تيولي فيهم واعر. وغندير مليحه، وغادي ندير زيت الزيتون عاوتاني هنا، صافي. غادي نديرهم مزيان نشرملهم مزيان مزيان، وغنديرهم حتى هما في بلاستيكات. هنا خديت هذوك لادانت، دوك نص كيلو لادانت، غندير ليه شويه تحميره، شويه الثوم وشويه البصله غبرانيت. هذا غنزيد ليه واحد العطريه ديال الشوا، وغنزيد ليه شويه الفرماج فيمي. انا نو هايله هزيت اختي الماعن، هذاك الشيء بكا لي فيها العطريه. ارا اختي اش كنقول لكم، هذا خاصها كندور انا راسي متقل عليها. عطيني داك الفرماج مدخن كيجي واعر واعر واعر، ولي باتوس بلونش ناري خطير زوين بزاف. علاه ساهله؟ انا كندير ليه سبعه وكنعم. ويلي 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 شوف ويلي 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 دري عطارف. لا لا قولي ما بخاش. ندير شويه البزار هادو حيت نيشان غادي نديرهم في القطبان، نيشان غادي يعني ما نعاودش نطيب نزيد عليهم العطريه بحال الاخر، ما درتش فيهم البزار هادو، غندير واحد شويه صافي. ومليحه وشويه ديال ها العطريه ديال القطبان هي هادي، غندير واحد شويه. شوفوا راه فيها الحبوب، هذاك هذاك اش يقولوا ليه قزبر حبوب، فيها كتجي زوينه، سواء القطبان ديال البقريس وهادو كيجيو فنين. هادشي اللي خديت، هادشي اللي درت، درت المليحه، درت كلشي، ما غاديش ندير الربيع كما قلت لكم. بسم الله، وغادي نحركهم مزيان. ودرت شويه ديال زيت الزيتون،
دابا العيالات اللي خدامين ولا شي حاجه ما مساليينش، اسهل طريقه جبد وطيب. شو واحد الريحه، واحد الريحه كي دايره كتحمق. صافي غادي ناخذ هادو صغيورين، انا هادو كيعجبوني كيجيو صغيورين حتى هكا ملي كنصايبو قطيب، كنصايبو مثلا شي طبيعي السيل كيكون شليضه روز داكشي كتحطي دوك القطيب هكا في دوك خمسه كيجيو حلوين. راه كاين عندي وحدين اخرين غير ما عرفتهمش فينا هما، زوينين عندهم بحال اليد هكا ملي كنشدو، قلبت ما لقيتهمش. صافي غنعمرهم كاملين، وغادي ندوز جبت واحد شويه اللحم، شويه الكفته وشويه السوسيس حتى هو غادي نحيدو نديروه في الفريكو وصافي. يعني من جبت كل شيء تقريبا طلع عليا الحوت واللحم وداك الشيء 500 درهم، الحوت واللحم 500 درهم، ولكن ما زدتش عليه ما دشاش، ولكن راه ما كتصافي راسي راه ما كتبقاو تفكروا حتى حاجه تجيبوه من الزنقه. وهذا داك سميت بالهدانت غنشرملو ونيشان الطاجين ان شاء الله، الملوجه ديال الهدانت هذا غندير لهم العطريه ديال المصايب، يعني غنصبهم بالبزار وبالخرقوم شويه سكينجبير، المرزيه ديال اللحم حيت انا كنديرهم بالبصله والزبيب كيجيو بحال كتاكلوا في اللحم كيجيو واعرين. الله مسكين جا عندي خويا اللي في بلجيكا ودرتهم ليه، سمع فيه هضر هو مرتو كيقول لها اللحم، كتقول ليه المهم كيتناقشوا، جا عندي قال لي واش اللحم هذا، قلت لي لا ماشي اللحم، درت لي طاجين عامر بالبصله والزبيب عرفتو كيجي حاجه واعر بزاف. صافي شرملو هونيش نزلو في هذا شي يقول لي في الطاجين بزيره، ما نديرش ندير ليه التخميره بقاش عندي القزبر يابس، القزبر يابس فن خصني نطحنو شويه ومليحه. واحد النهار نيت حطيت كنت كنصف في المرقه ودرت الدجاج في مشرمل وصورتني واحد الاخت قالت لي واش كتقادي، قلت لها قالت لي شاركي معانا. صافي شويه الزيت وغندير لي شويه العطريه ديال اللحم فيها بسيبي سقع قله مهم المروزيه. صافي بارك صافي غنشرملو وغنديرو في الميكا ندخل فيه العطريه مزيان، ما درتش فيه التحميره بطبيعه الحال، ما درتش البواطات حيت كيشدوا البلاصه في الثلاجه، درت غير داك البلاستيك اللي شتو. وهنا جبت واحد نص كيلو السوسيس، هذا زوين، انا السوسيس ما كنجيبوش بزاف ولكن هذا زوين كنجيبو مع المراد ما فيهش ليدام، يعني الناس اللي ما كيبغوش السوسيس ما فيهش ليدام المراد تبيعو واعر، عرفتوا راه معروف هنا في الازهار. جبت غير نص كيلو هكا شي مره نديروه للغدا ان شاء الله، نديرو معاه هكا نصايب دوك الخبيزات الصغيورين ونديرو سندويتشات زوين. دابا نشارك معكم واحد الخبيزات واعرين. صافي غادي نديرهم هادو في بلاستيكه وحده، يفرقتهم بحال هكا ملي نبغي نطيبهم نطيبهم مفروقين، ولو بعد الخطرات انا راه كنشدو كنقطعو هكا كنقطعو هكا طريفات وكنصايبو ديرو هكا باش يجيني تستاف مزيان. هادي واحد نص كيلو ديال الكفته، حتى هي ما غندير لها العطريه لا والو حيت نقدر نديرها مسمن نقدر، المهم انا غنديرها هكا ونقسمها على جوج. شي مره بغيت نطيب راه غنجبدها كامل. صافي غادي ناخذ هنا واحد العود تاع هكا ديال الشوا وغادي نفرق به هنا باش يجيني نص نص. صافي ملي غادي دي كونجلا راه هو غادي يبقى قاسم ليا. ها هو كدرتو الكروفيت ها هو هكا كل حاجه ونصها، دابا ها هو كرف كاع يجي كل واحد ونص تاعها. وهنا جبت واحد تقريبا كيلو ونص اللحم اللي جبت. صافي هنا عطاها الملوجه وعطاها الكتف، هادو غادي يبقاو طاجين وهادو هما مقاسمين ريوسهم ثلاثه ثلاثه ثلاثه. صافي غنديرهم في بلاستيكات ونديرهم في الثلاجه. يعني عندنا ديال كسكسو اللحم راه كسكسو اللحم كسكسو تقريبا راه هكا كيكون فيه شويه شحم شويه شحم وشويه اللحم. بالنسبه للملوجه كيجيو طاجين كيجيو زوينين. وصافي هادشي اللي كاين، غادي نجمع هادشي باش نزكيه في الثلاجه وهنا نوريكم المنظر تاعهم شحال كيبان زوين. يعني هاكا ملي كنقادوهم يعني حيدنا عندنا كثر من نص ديال الشغل. بحال هدايا البنات شاطريه جوج فخيضات، وهنا ثلاثه طروفه ديال الفخاد الفوقاني، هي خمسه، هادو غادي يكونوا في نهار واحد ان شاء الله. وتما راه عندي نهار نهار، واكيد ماشي كل نهار، راه نهار كيما قلت لكم بيتزا، نهار غتكون قطنيه، نهار غادي يكون حمص بالكرعين، نهار غادي يكون حوت، نهار غادي يكون مريقه، يعني غتقدروا تهزوا ميكا وحده في السيمانه وراه كافيه كافيه. انا بالنسبه ليا وحق الله الا نظمه وقتي هكا كتجيني احسن حاجه. المهم انا شاركت معكم هادشي وغادي نحط معكم كما قلت لكم واحد الجدول ديال الاسبوع، غادي ندير معكم فيديو ديال السيمانه في نهار واحد اشنو طيبت ديك السيمانه وغتشوفوا التنوع اللي غادي يكون. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.